السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة نونا هاند ميد. إن شاء الله حبايبي تكونوا بخير. معنا النهاردة فيديو جديد من إعادة التدوير، هنستخدم فيه برضو الزجاجات البلاستيكية. عملنا إيه؟ عملنا الكاس الجميل ده اللي ممكن نقدم فيه مثلا حلوى للأطفال، وممكن يكون ديكور فقط مفهوش أي حاجة وسهل وبسيط ويعجبكم جدا بإذن الله. يلا بينا حبايبي نبتدي مع بعض وننفذ الكاس الجميل ده. هنحتاج للزجاجات البلاستيك، ودي اكيد موجودة معانا كتير في البيت. هنعمل ايه؟ هنقص الجزء اللي فوق دوت، وده هيبقى الايه؟ الكاس من فوق، والزجاجة التانية هنقص نفس الجزء ولكن جزء قصير منها مش كله، بالمقص او بالكتر، وده بسيط جدا. انا علشان وقت الفيديو قصتهم وجهزتهم، ده كبير ده طويل، وده الزجاجة التانية اخدنا الجزء الصغير اللي فوق وسيبنا الغطاء بتاعها. لكن الزجاجة اللي سيبنا الجزء الكبير بتاعها من فوق، قصينا الجزء بتاع الغطاء. يعني انا بالنسبة لي سخنت السكينة وقصيته عشان اعرف، لانه جامد اوي بصراحة، ناشف اوي، مش هتاخد منكم وقت ان شاء الله. وطبعا من هنا بنضغط عليها بالمكوة علشان بس الجزء ده بيبقى حاد شوية بس. نيجي هنا، هنثبت فوق الغطا ده الكاسة من تحت قطعة الفوم الصغيرة دي. وبرضه بالشمع على الجزء بتاع الزجاجة اللي كان الكاسة من فوق، وهنثبتها هنا. وبرضو بالفوم هنغطي الجزء اللي هو فيه الغطا، اللي هو المفروض العنق يعني بتاع الكاس. باقي عندنا بأي حاجة عندي، سواء استرس او فصوص لولي او خرز او فوم، برضو قطع فوم كده شرايط نزين بيها بالشكل اللي يريحنا. احنا هنا عاملينها بالخرز ده، او هو الخرز على شكل وردة كده صغيرة، شكلها برضو ظريف حسب المتوفر عندنا. احنا هنشتغل بالخرز ده او بالفصوص اللولي دي، هي نص بالظبط مش خرزة كاملة. هنثبتها على الطروف من فوق ومن تحت برضو. نبتدي كده، دي حاجة سهلة جدا وبسيطة. وبالنسبة بقى للأطفال الصغيرين هيفرحوا قوي بالشكل اللي هو المختلف ده، نحط لهم فيها الحاجة.
اخر حاجة كانت التزيين بتاعنا للكاس، هو دلوقتي كده جاهز ان احنا نستخدمه لأي حاجة تعجبنا حسب رغبتنا وحسب طبعا رغبة اطفالنا الحلوين، هما يفرحوا بالحاجات دي. زينا من فوق ومن تحت، والخرز برضو كملنا بيه من النص. اتمنى يكون سهل ويكون واضح وبسيط، وان شاء الله يعجبكم وتنفذوه. بشكركم جدا، بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله تتابعونا وما تنسوناش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نكبر بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.